كان طالع ايام هذا الشهر دابا كان الحاج كان 27 درهم 28 درهم، ودابا السلعه نقصات شويه والثمن نقص شويه، ولكن الاقبال ما كاينش دابا، الوقت عيانه شويه. دابا الحاج دابا 18 درهم الجمله في البطوار، كنبيعوا دابا في المحلات 21 22، ولكن الاقبال دابا ما كاينش، الوقت السوق برد ماشي كيما مالف. ١٨ بالجملة حنا كنبيعو فيه بواحد وعشرين درهم، البلدي ٧٥ درهم. التوصية ما كايناش، كان هاك الوزير بكسي كيقولو التوصية، ما كاينش التوصية، كاينة كروازي عادية، كروازي عادية ب١٥ درهم. بعد يولي اللحم ١٨ مية ومية درهم، باغي يمشيو اللحم ما يمشيوش أولدي اللحم، كيجيو الاقتصاد ديال البلاد الدجاج. يحط طار تاع الدجاج ياكل في قبيله ويبقى في التبصيل. هاد الانخفاض كان عادي وكان نتيجه لهاد الانخفاض اللي هو اللي حصل في الاعلاف، بحيث الاعلاف رجع الاثمنه تعب واحد 30 فرنك في الكيلوغرام، وهذا الشيء شجع الناس باش يبداو يخدموا عاوتاني وتزاد العرض شويه، بحيث كنا كنربيو واحد الوقت هذه واحد الشهر ونص هذه كنا كنربيو 6 مليون و800 ديال الفلوس اسبوعيا، دابا طلعنا 7.5 8، يعني ولا العرض شويه ولا الكساب كيزعم شويه باش يقدر يدخل، ما بقاش كيخاف من الخسران. دابا البارح دابا تقريبا هذه يومين استقر الاثمان عند 16 درهم ونص حتى 17 درهم في الضيعه، وهذا الشيء هو اللي خلى الاثمنه يطيح شويه، هو انخفاض تدريجي ديال العلف. ان شاء الله الا كان شي انخفاض اخر ولا كان شي مساعده اخرى راه يكون خير ان شاء الله، نرجعوا الاثمنه اللي كانت 2019 الى رجع العلف الاثمنه ديال 2019. اما بالنسبه للكساب راه باش كيتقام عليه كيزيد الدرهم ديالو درهم ونص ماكسيموم ديالو، هادشي اللي كاين عنده ماكسيموم الى بقات ليه. كنظن حسب الانتاج ديال الكتكوت اللي كاين وحسب الام اللي داخله المغرب راه غتكون واحد الانتاج مزيان ديال الكتكوت، غيكون انتاج معتبر في حدود 9 مليون اسبوعيا، ولكن هاد 9 مليون باش نقدروا نربيوها حنا ككسابه راه خاص الاثمنه ديال الاعلاف تنزل. الاثمنه معقوله باش نقدروا نربيو 9 مليون ديال الكتكوت ونبيعوها ما نخسروش فيها. اما الكساب الى ربى 9 مليون وخسر فيها باعها بالخطيه راه ما يعاودش يربي مره اخرى، هذا هو الاشكال اللي كاين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.